بيكم مشاهدينا اعزائي في حلقه جديده من برنامج باب الحياه. في البدايه احب ارحب بزميلي ابو لوفا. اهلا بيك يا ابو لوفا. اهلا بيك يا هاجر واهلا بالساده المشاهدين. النهارده معانا موهبه مختلفه رغم صغر سنها قدرت تحقق جزء كبير من حلمها. موهبتنا النهارده الفنانه التشكيليه كريمه احمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا كريمه وشرفتينا النهارده. ربنا يخليك. طبعا في البدايه عرفينا بنفسك وعرفي الجمهور انت بداتي قصه حياتك ازاي كده في الرسم. انا اسمي كريمه احمد صادق، عندي 20 سنه، سنه ثالثه خدمه اجتماعيه بجامعه حلوان. يعني عرفتها مثلا من اولى ثانوي كده، مثلا عندي 16 سنه. انت من عندك 16 سنه اكتشفتي موهبه الرسم. طب ما تعرفينا الرسمه اللي انت عاملاها الجميله ديت. ديت فن السترينج ارت. دوت فن عباره عن خيط ومسامير. تمام. دوت مثلا ببدا اول حاجه ببيض اللوحه او بصنفرها عشان تبقى ناعمه معايا وانا ببيض، وبعد كده بسيب مثلا يوم ولا يومين قبل ما تنشف عشان اقدر الزق عليها اللوحه. بعد ما برسم بدق المسامير بحددها وبعد كده بشيل اللوحه، فبحيث ان المسامير تبقى ثبتت في اللوحه خلاص. بعد كده بجيب الخيط وافضل اربط. بتاخدي وقت قد ايه فيها؟ يعني مثلا على حسب، ممكن اقل حاجه معايا في اللوحه لو صغيره بتقعد معايا اسبوع. انا شايف اللوحه على التاريخ والكلام ده، استخدمت معاها التاريخ برضو؟ اني لا دي نتيجه، لا انا لازقاها عليها عادي. عادي يعني. طيب كويس. الفنان اللي انت عجبت بيه او يعني انت قلتي ده اللي انا هاخد منه الحاجات او اتعلم منه؟ يعني مثلا عندي اثنين، عندي ليوناردو دافنشي او بابلو بيكاسو. ايه طب ايه اللي عجبك؟ يعني مثلا دافنشي عجبني فيه لوحه اللي هي موناليزا وكده يعني، وفي نجوم السماء، اما بيكاسو اللي هي ريحه غليان. كان انا شايف في شهادات ميلاد، شهادات تقدير جنبك. شهاده تقدير كنت واخدها في المعرض اللي انا شاركت بيه في معرض جاله الاهرام، اخدت الدرع دوت، واخدت شهاده من نقابه فنون التشكيليه وجاله الاهرام والحزب المستقبل. طب ايه اصعب حاجه واجهتيها وانت بتعملي الفن الجميل ده؟ السترينج ارت، عشان كان بياخد معايا وقت طويل جدا وانا مش متعوده على حاجه زي كده، فيها مجهود جامد. طب خدت معاكي وقت قد ايه؟ ديت عشان كان معايا فتره الامتحانات، خدت معايا بالظبط من نص خمسه لغايه اخر سبعه، اول سبعه كده. الحاجات اللي استخدمتيها في الرسمه دي عباره عن ايه؟ يعني مثلا مسامير شيش. ارفعيها. طيب مسامير شيش 2 سنتي، وخيط اللي هو الصوف، وخرز اللي هو الحلقه بتاع الست النوبيه كده. خدت معاكي وقت قد ايه؟ يعني تقريبا 3 شهور بالظبط. 3 شهور في الرسمه؟ حرضتيها في مكان طبعا. ايوه في جاله الاهرام. طيب كويس. طب خدتي درع او شهاده؟ من جاله الاهرام الدرع وثلاث شهادات اللي انا خدتهم. في رسمه تاني جنبك اللي هي الصفرة في ابيض دي. انهي ديت؟ لا الثانيه اللي تحتها. انهي دي؟ هما كانوا 3 في بعض، بس هي دي اللي اتبقت يعني. كنت لازقاها على اساس يعني دي الحروف. دي عباره عن ايه؟ يعني اللي هو الحروف زي بتاعت الموسيقى الحاجات دي. خدتي وقت فيها قد ايه وايه الفن الجميل ده يعني؟ يعني خدت فيها بالظبط مثلا اسبوعين عشان قعدت الزقهم في بعض وكده. بس هما 3 نفس الشكل؟ لا حروف مختلفة. لا حروف بتاعت الموسيقى دي مختلفه. حروف بتاعت الموسيقى. طيب جميل. بقول لك كريمه، طبعا بني ادم مننا بيكون ليه مكان مفضل ليه، بيقعد فيه، بيستريح فيه، يقرا فيه. انت المكان المفضل ليكي بترسمي فيه وبتبدعي فيه؟ مثلا اوضتي بقعد فيها لوحدي كده، بشغل في اغاني وبفضل بقى ارسم كده براحتي في الغرفه. ما بطلعش غير لما بخلص. طب ايه اللقب اللي لقبوه بيكي اهلك؟ بيكاسو او فان جوخ. طب اهلك في بدايه تعليمك للفن ما كانوش بيحطموكي، ما لقيتيش حد؟ لا كان عادي، فكان مثلا بالنسبه هوايه وخلاص، يعني مش هكمل فيها او مثلا مش هستمر فيها، بس لما قلت استمريت فيها بداوا يشجعوني. طب ايه الرسمه الجميله ديت؟ طبيعه صماء بالقلم الرصاص، بالقلم الرصاص يعني درجات مختلفه. بدات بيها باتش واتش بي و2 بي و4 بي. خدت فيها قد ايه؟ عندي قعدت معايا مثلا يومين بالظبط، عشان كان بالنسبه لي عشان اعرف اظبط الدرجات الالوان معايا وكده يعني. يومين في الرسم دي؟ طيب عايز اقول لك، الرسم بتاعك بيعجبك ولا بتحلمي مثلا الافضل؟ هو بيعجبني وبحلم طبعا الافضل، ما بحبش اثبت على حاجه معينه، بحب اطور من نفسي، اشوف حاجه مثلا عجبتني احب اعمل زيها وكده يعني. انا سمعت ان الرسم بيعالج الامراض النفسيه، صحيح اللي هو على حسب مثلا لو واحد مثلا مخنوق بيحب الهواجي ممكن يطلع الطاقه السلبيه في الحاجه، فبتطلع بقى بتظهر اللي جواه اللي هو طلعه. يعني بالنسبه ليكي بيطلع الحاجات السلبيه ولا لا؟ مثلا لما اكون مخنوقه او متضايقه بخش مثلا اوضتي اسمع في اغاني وافضل بقى ارسم، وبتفاجئ بس الرسمه اللي ما بتطلع في الاخر. بسمع اغاني. اسمع اغاني؟ اسمع اغاني لمين؟ على حسب، ممكن اجنبي او مثلا اغاني حزينه.
حزينه واحده رسامه تسمع غزاله حزينه ازاي؟ الحاجات اللي انا بحبها مثلا احمد كامل، الحاجات زي كده، محمد منير او محمد حماقي، الحاجات اللي انا بحبها. طب كويس. الرسمه الثانيه دي اللي معانا ديت برضو كتابيها صماء بس بالفحم، اسمها بالفحم، اه فحم باستيل وفحم نباتي ابيض. خدت وقت قد ايه معاك؟ برضك يومين عبال ما ظبطت الدنيا. مفيش حاجه خدت معاكي مثلا نص ساعه ولا ساعه؟ لا مثلا يعني المانديلا اخر بتاخد معايا ساعتين. المانديلا دي اقل حاجه طبعا. اه بتاخد معايا ساعتين دي. اه ساعتين قعدت معايا بالظبط ساعتين. معاكي حاجه تانية عايزه تورينا؟ انت قلتي لي ان انت معاكي حاجه الهنود للحسد. اه ده بالنسبه لرمز الحسد، بس اللي هو مثلا الوان اللي هي الابيض وازرق واسود، بس انا حبيتها كده اهو، يعني خليتها اعملها شكل تاني مختلف. هي دي بيعلقوها مثلا. دي ايه يعني انت رسمتيها كده ازاي؟ طيب هي بوس تمام، بس ساعتها كنتش متوفر معايا بوس، فجبت شيش طابوك اللي هي السمك بتاعها تخين شويه. الالوان اللي فيها يعني استخدمت الالوان اللي فيها، هي المفروض يستخدم الالوان دي ولا الوان تانية وانت؟ لا على حسب، مش شرط عادي يعني. اه لا مش شرط يعني. ده برضك خيط برضك صوف، بدات اول حاجه بالابيض ولفيت بعدها بنفسك بعد كده الاسود وهكذا. طبعا برضو خدت معاكي يوم او يومين؟ لا قعدت معايا يوم واحد بس. يوم؟ طب كويس كده حلو. الرسمه الثانيه اللي انت رسمها دي؟ أيوة دي عباره عن سحابه بشكل تاني برضك من الخيط. ايوه يعني هي عباره عن سحابه كنت معلقاها في الحيطه عندي، برضك حاجه بشكل جديد برضك. طب خدت معاكي قعدت معايا يوم ونص. يوم ونص. انت المشاريع بتاعتك بتقعد معاكي وقت قليل قوي عشان انت بتحبي تشتغلي فيها؟ اه لما بقعد مثلا اليوم كله ما بطلعش من الاوضه غير لما اخلصها، لو مثلا بحس لو تعبت اكمل تاني يوم، بس بفضل يعني لغايه الفجر يعني قبل ما اخلص الحاجه. طب انت بتوفقي ما بين الدراسه والرسم؟ اه يعني مثلا. طب بتمشي يومك ازاي؟ يعني مثلا ساعات بفضل عادي ماشي عادي، بقعد ارسم وكده، يعني مش كل يعني بفضل ارسم، ممكن بعد ما اخلص اتعب ممكن ابدا مثلا بعديها باسبوع كده، بس بحيث لما الاقي مثلا خلاص الامتحانات قربت لا بقفل مده قبل الامتحان باسبوعين. طب دخلتي ورشه فن قبل كده؟ دربتي نفسك؟ اه دخلت اخدت كورس لما دخلت اولى ثانوي، قلت عشان اتعلم السيات واشوف ماشيه صح ولا ماشيه غلط وكده، اخدت كورس في الدقي. في الدقي؟ طيب تمام. انت طبعا في رسمه مفضله بدات بيها او الرسمه مثلا اول رسمه انت رسمتيها كان رسمه ايه؟ كانت حمامه. حمامه؟ احنا كنا الرسمه اول حاجه كانت حمامه، كنت مثلا شفتها على الحيطه عجبتني في الاول حاجه كنت بشوف في الاول. بس احنا نعرف ان انت رسمت عالم الزمالك الاول. ايوه كانت عالم الزمالك. اه بس اللي هو عادي انا اهلاويه كده يعني، بس اللي هو حاجه قدامي فوق اجربها. اهلاويه وبترسمي عالم الزمالك الاول؟ ما تفرقش معايا. ماشي. انت قلتي لي ان انت بتدربي اطفال وناويه تفتحي زي مكان تدريب للاطفال. اول حاجه بدات في بنت اختي واتعلم فيها اللي انا اتعلمته، فقلت اجرب فيها وكده يعني، فلقيتها بسم الله ما شاء الله استجابت معايا، وعلمت بنت عمتي، وبعلم بنت اخويا كمان كوكي عندها 6 سنين. مش صعب قوي ان انت تمسكي طفله كده وتقولي لها ارسمي كده ما انا بجرب وظبطي اللون ده والمساحه دي؟ لما بجرب في الحس السن دوت بيستوعب بسرعه لما بيكبر. طب انت بتاخدي سن معين يعني؟ انت بتقولي السن ده في سن معين بتاخديه؟ يعني مثلا هي بنت اختي عندها 10 سنين وبنت اخويا عندها 6 سنين وبنت بنت عمتي برضك عندها 10 سنين، فلو بحس ان هم دول اللي قدامي فقلت اجرب فيهم. الشهاده اللي معاكي الثانيه دي شهاده ايه؟ دي كنت واخداها شهاده كان يوم من العالم للتطوع، كنت رسمه بصندوق كافحه الادمان عن مثلا قفص صدري جواه سجاره كده وايد ماسكه سجاره للادمان وكده. موجود معانا؟ لا رسومات في العشير بتاعت الكليه. ما جبتوش؟ لا. طب الحاجه الثانيه دي اللي في الكيس ايه بقى؟ اني دي؟ اه احنا عايزين نعرف برضو كل حاجه. طبعا احنا معانا مبدعه طبعا النهارده. اجمل حاجه فيك ان انت بتاخدي الوقت يعني بتعملي حاجه في وقت قليل جدا وبتعملي حاجات جميله صراحه. يعني دي كنت قلت اجرب مشايه بحيث برضك بالخيط، بس ليه مشايه صغننه؟ دي مشاية عملتي حاجه على حجم كبير مثلا؟ لا لسه، دي كانت بالنسبه لاول مشايه. طب ايه طريقتها يعني؟ استخدمتي ادوات ايه؟ يعني مثلا بنطلون جينز قطعته. بنطلون جينز؟ يعني اي حاجه مقطعه عندي اروح امسكها واعمل بيها؟ أيوة ادوات. ايوه لا عادي. ايوه يعني اصل بنطلون جينز اهو. طب والله حاجه موفره جدا يعني. ومسكت جبت ورقه لعملتها على شكل مسطره كده وقعدت ابدا بالخيط اعمله اربط فيه،
وبعد كده وقفت البتاع بالسيف كده، وقفت الورقه ما كمسكت المقاسه بتاعته بحيث ان هو خلاص لزق، فشلت الورقه فبيطلع لي قعدت بقى جزابه اول حاجه بالمسطره عشان يطلع لي بالشكل كده. طب الحاجه الجميله دي بقى قعدت معاكي قد ايه؟ ديت قعدت معايا يومين بالظبط. طب بقول بتفكري تفتحي مشروع وتبيع المنتج بتاعك؟ اه يعني انا حاليا كنت بسوق الحاجات زي كده، بعمل مثلا حاجات تبع مثلا اعياد ميلاد مثلا خطوبه والحاجات دي، بس ساعات الامتحانات وقفت كله. وطبعا لما بدات اشترك في المعرض فمفيش وقت بحيث ان انا اقدر. طب في معرض جديد او هتعملي حاجه جديده؟ او في معرض يوم 15/9 ان شاء الله في الاوبرا المصريه هشارك فيها، ويوم 21/10 في ساقيه الصاوي معرض ان شاء الله. ربنا معاكي ويوفقك. طبعا طبعا كل ده حاجه جميله جدا ومشرفه طبعا. التكريم ده كان منين؟ كان من جاريدة الاهرام، ده الدرع اللي انا حاطه جاريدة الاهرام. او انا شايفه شنطه كده ديت، لا الشنطه دي فيها حاجات تانية، عايزين نشوف كل التفاصيل. الشنطه دي او ما بقيت اللي هي اللي بتاعت المانديلا كذا شكل. طب ورينا الاشكال دي. بالنسبه لي كانت اخر حاجه، دي كانت بالنسبه لي تانية واحده اعملها. في شكل تاني دي كانت تالت واحده برضو كنت اعملها. هما كلهم شكل واحد على ما اعتقد. ايوه اه بس انت غيرت في الالوان. مختلفه اه الالوان، هي المختلفة. هي المختلف. طب انت بتحبي الرياضه المميزه؟ انت قلتي لي ان انت رسمتي لوحه فيها رياضات كتير بس مش معاكي دلوقتي. اه ملصق رياضي، كنت مجمعه مثلا كم رياضه كده في بعض، كنت عاملاها بلوحه مقاسها 50×70. طب انت بتحبي الرياضه؟ انا اعرف الفنان بيحب حاجه اسمها رياضه قوي. يعني على حسب، يعني انا كنت انا صغيره كنت بحب الجري قوي. الجري؟ طب اشتركتي في نادي؟ لا مثلا كنت مثلا كنت مشارك في مسابقه بين فصول، اللي هي مثلا مستر بتاع الرياضه بتاعي كان بيعمل مثلا مسابقه بين فصل وفصل وبنشوف، فانا كنت كاسبه عن البنات. بس طبعا لما دخلت الاعدادي وقفت. ذكريات الطفوله الجميله بتاعتي. طبعا كنت في الاعدادي اشتركت في الاستعراض زومبا والحاجات ديت، ودخلت ثانوي وبقيت في الرسم. طب ما تحكي لنا عن الاستعراض اللي انت شاركتي بيه. كنت مستعرض، كنت انا واصحابي كده، كانت ميس جيهان كانت عامله لنا شله كده، كسبنا خدنا المركز الثالث وكده. ده كان بالنسبه لي كنت في ثالثه اعدادي. عايز اقول لك الرسمه المفضله ليك ايه في دول؟ يعني بالنسبه لي السترينجارد، عشان شغل جامد بيبان فيه مجهود تعبي. بتحبي طب بصي بتحبي الرسم الانمي ولا الطبيعي؟ لا الطبيعي. طب ليه؟ طيب الطبيعي انا بحب الطبيعي، ما بحبش الانمي لان انا ما بحبش اتفرج عليهم، ما بحبش اصلا الكاركتر بتاع الانمي. اما الطبيعي اللي هو هيظهر الواحد اكتر وهيظهر الشكل احسن من الانمي. تحبي تقولي مين اللي وفقني في المشروع ده؟ مين اللي وفقني يعني زي مين اللي دعمك؟ اي مثلا اهلي واصحابي وكده. وكان مثلا بدايتي اول حاجه خالص كانت مس رانيا. مفيش ناس محدده تقولي يعني اهلك مثلا؟ باباكي ومامتك واخواتك. ماما واخواتي وعماتي وكده. يعني بنشكر الحاج الوالد موجود معانا بره طبعا، ربنا يخليه لك. وعمتي كبيره طبعا، هي اللي كانت بتدعمني كتير قوي طبعا بقى، وعيالها مثلا. طبعا الاهل هم السند والدعم اكيد طبعا، ربنا يخليهم لنا طبعا. في وكده وصلنا نهايه فقرتنا، انتظرونا بعد فاصل فقره رياضيه مع الاعلامي خالد محمد والاعلاميه ايه ياسر، وضيفهم المحلل الرياضي محمد نبيل. انتظرونا بعد الفاصل.